الفكري تمريرات بالنسبة للاعب الوكرة وسط الكرة علي مال الله يسدد عمر علي إلى سانشيز الإسباني يحاول على عتبة تقدم جزاء كرة تلعب خطيرة خطيرة العزيز الزميل علي المالكي الفنان علي المالكي صفحة الأخيرة إعادة التغطية من سعيد محمد مراد ناجي يقاتل على كورته سعيد محمد يقاتل على كورته سياس يخلص سياس في اللقطة الماضية سياس يا سلام على المهارة الحاضرة لسياس أمام كورته يحاول لكن أيضا خاطئة سياس يتدخل عند الكرة يحاول موري يلعب الكرة لكن عيب ان شاء الله ما يكونش فيها مشكله كبيره هذه نقل كره اقصى الجهه اليسرى محاوله ما زالت الان مسيره الجوله التعثر لا يفيد خاصه البدايات مهمه في بطوله جده.
من بطولة الدوري قبل نهاية في الدوري بجولتين، وبالتالي انتصار الوكرة في المباراة القادمة أيضا. لكن العارضة وقفت مع كلود أمين حارس المرمى. يا ناصر النصر، كرة بتعود لكنيسة يا سانشيز.